طيب حلو قوي، خلينا بقى نرجع لأهم البطولات مع النادي الأهلي في شهر رمضان تحديدا، أكيد بيبقى ليها طابع مختلف كمان. صحيح. شوفي طبعا الصيام، انا يعني عايز اقول لك ان رمضان علشان الوقت بيبقى قليل قوي بعد الفطار، ودايما المباريات زمان ما كانش فيه كل الملاعب فيها اضاءه، ما كانش فيه الانوار الاضاءه بشكل كبير او واسع في كل الملاعب، فكان في بعض المباريات بتكون الظهر قبل الفطار، دي اللي كان بيبقى فيها صعوبه شويه. لكن عايز اقول لك ان دايما بنصر كلاعبين ان دايما كنا بنفطر. لا والله لا، احنا سمعنا والله كذا مره من كباتن انه الجهاز الفني بيبقى قايل لكم ان انتوا تفطروا، ولكن الحقيقه انتوا حتى بعد ما قرروا القرار ده بتستتقلوا ان انتوا تعملوا ده، يعني مش بتستتقلي بس دايما بتبقي روحانيات كده انه يعني عايز ربنا يكرمك، فلا انا هتحمل واصوم يعني ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله ممكن يكرمنا وكده. فدايما بنصر يعني على الصيام، خاصه ان ما عندكيش عذر، يعني احنا بنلعب كوره في النهايه، يعني الصيام اولى يعني. والحمد لله كل المباريات الحمد لله، يعني انا مش فاكر ولا مباراه خسرتها وانا صايم، مش فاكر ولا مباراه، يعني كل المباريات الحمد لله اللي لعبناها واحنا صايمين او في شهر الصيام شهر رمضان دايما الحمد لله كنا بنفوز فيها. على كلامك انه بعض المباريات كانت معظمها في الدوري، ما كانش فيه البطولات الكبيره الكتيره اللي بنلعبها دلوقتي احمد، او النادي الاهلي بيلعبها دلوقتي، يعني دوري ابطال افريقيا، الدوري، الكاس، ما كانش فيه بقى كم البطولات الكتير اللي بيدخل فيه النادي الاهلي. ومتهيألي كمان بطولات افريقيا كانت دايما الظهر يعني تلعبها قبل ما فيش مباراه، انا مش فاكر ولا مباراه اعتقد بالليل يعني كل المباريات كانت دايما قبل الفطار. معظم المباريات اللي لعبتها في الدوري انا فاكر طول عمرها بتتلعب، كانت بتتلعب برده الصبح يعني في رمضان وغير رمضان، العصر قبل ما الملعب.